والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة مع مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري. شكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. استضافت الهيئة العامة لرقابة المالية مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، معاش بكرة بالدولار. هذه الوثيقة تهدف إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. هذا وتقدم الوثيقة مزايا ادخارية بالدولار في حالة الوفاة أو العجز الكلي من خلال برنامج مرن يسمح للعميل بتسديد الأقساط بدون الالتزام بمدة معينة. احنا دايما دايما عندنا يعني قدرة على ان احنا نسعى الى كل ما له علاقة بمصلحة المصريين في الخارج، وهذه الوثيقة تخدم المصريين في الخارج فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، فيما يتعلق ايضا بالمعاشات. فهي وثيقة دولارية، والوثيقة الدولارية الاولى اللي بتخدم المصريين. واجمل حاجة في هذه الوثيقة ان هي مش وثيقة مش شكل معتاد للوثائق التأمينية والوثائق الخاصة بالمعاشات، لأن هي ما بتتطلبش من المصري في الخارج إن هو يدفع أقساط منتظمة يعني بمجموعات مالية منتظمة. لأول مرة في السوق المصري هيئة الرقابة المالية بتسمح لشركات التأمين إنها يبقى عندها قناة تسويقية جديدة رقمية بالكامل، بيتم إصدار الوثيقة دي بشكل رقمي كامل. وبما ان ده النهاردة بقى متاح لينا، فكان طبعا من المهم ان احنا نستهدف كمان المصريين الموجودين بالخارج، لان هو في تواجده بالخارج طبعا مش هقدر ان انا اسوق ليه او ان انا يحصل على وثيقة تأمين الا لو موجود جوه مصر او في فرع من الفروع. لكن النهاردة استطعنا ان احنا نوفر ده بالنسبة له. بيقدر ان هو من خلال موقع الشركة مصرلايف.com او من خلال تطبيقات الموبايل لشركه مصر تأمين الحياه يقدر ان هو يشتري هذه الوثيقه بشكل كامل بشكل رقمي. في اسواق المال انهت البورصه المصريه تعاملات جلسه اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسه الثانيه على التوالي، مدفوعه بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والاجانب نحو البيع وسط تداولات كلية تجاوزت 2.3 مليار جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 23% ليصل ويحقق 17897 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بما نسبته 67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد تحقيق مكاسب على مدى 7 أسابيع متتالية مدعومة بشح الإمدادات وسط مخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين وتأثير ارتفاع الدولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار لتصل وتحقق 85.76 دولار للبرميل بنسبة 0.4%، بينما انخفضت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار لتصل وتحقق 82.13 دولار للبرميل بالنسبة إلى سعر البازوت. تراجعت أسعاره عالميا بنسبة 49% لتصل إلى 3.11 دولار، بينما صعدت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 14% لتسجل 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نجحت الصين في أن تصبح أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية في العالم وأكبر سوق للسيارات الكهربائية، إذ تمثل 53% من الحصة العالمية. أعلنت الحكومة الصينية أنها قدمت إعانات حكومية
وإعفاءات ضريبية لدعم هذا القطاع بقيمة 723 مليار دولار على مدى 4 سنوات للسيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة. تتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية نحو 60% من جميع مبيعات السيارات الجديدة في الصين بحلول عام 2035، ما يدل على أن الطلب على هذه السيارات سيستمر في الارتفاع الملحوظ بشكل كبير. كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي إيتاد عن تعافي قطاع السفر الجوي خلال يونيو الماضي. ذكر الاتحاد في أحدث تقرير له أن حركة السفر العالمية ارتفعت بنحو 31% في يونيو مقارنة بشهر يونيو 2022، مشيرا إلى أن جميع الأسواق أظهرت نموا قويا لتصل إجمالي حركة المسافرين إلى 88.2% من مستويات 2019، وهو ما يقربها من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ليلى ودينا. شكرا لك مصطفى.